ألف سلام عليك. الأول قبل أي حاجة يعني ألف سلام عليك، طمنيني عليك، أنت أخبارك إيه؟ احكي لي إيه اللي حصل معاك؟ أنا حاسة إني بعدي من شغلي زي ما بعدي كل يوم بقالي سنة ونص. سترايك على فكرة. أنا شغالة في أركان وبعدي السكة دي من عندي باب المرشدي بقالي سنة ونص من النهار ما نزلت اشتغلت. في مطبات هناك، احنا بنعدي قبل يعني بيبقى المطب بينا وبين حوالي متر ونص مترين، بنبقى شايفين العربيات وهي جاية مبطئة أو مسرعة أو كده. عديت الحارتين الأولانيين والحارة التالتة عديتها، الحارة الرابعة لسه بحط رجلي في الأرض، ما شفتش نفسي غير وأنا هنا. يعني اللي أنا فاكراه إن أنا حطيت رجلي في الأرض، أنا ما حسيتش بنفسي غير وأنا هنا. وكانت الدنيا هادية، ولا كان فيها زحمة ولا كان فيها حاجة، واقفين مستنيين عادي. وبحط رجلي عشان المفروض ان في قدامي عربيتين ماشيين بسرعتهم الطبيعية، لان في مطب هيقابلهم هيعدوه واحنا هنعدي بعدين. انا لسه بحط رجلي.